قبل ما غادي نتعرفوا على موضوع حلقتنا في اولى فقراتنا رفقه الدكتور لطفي صغاري اللي كتنتظروها بشوق كبير، نبغي نوجه سلام كبير لزملائي اصدقائي وحتى كذلك رفقاء الدرب اللي كيكون معي في هذا البث المباشر، المخرجه ديالنا اختي سناء صبار، تحيه كبيره لك سناء، وان شاء الله موفقه معكم اختكم سميه، كنتمنى لكم كل خير ان شاء الله، يا ربي صحيحه اهم حاجه ورضاه الوالدين، وتسمعوا دائما في النصائح اللي كذكروها اهل الاختصاص. فغادي نقول صباح النور دكتور لطفي صغاري، نتمنوا الاخبار هذا الصباح ونشوفوا احواله كذلك. دكتور صباح الخير. صباح النور اخت سميه، كيف الحال؟ الحمد لله دكتور، لاباس عليك؟ امورك هانيه؟ لاباس الحمد لله، الحمد لله. المعنويات كل شيء بخير الحمد لله، رحنا كنجيو هذا الصباح فرحانين باش نهضروا شويه مع المستمعين ديالنا ونتقاسموا معهم مجموعه المعلومات ونتقاسموا كذلك الطاقه الايجابيه باش اللي عنده شي شويه نزيدوه شي بركه واللي عنده بزاف يذوقنا حتى نتقاسموها مع بعضياتنا. فتحيه كبيره لك اكيد دكتور، شكرا جزيلا دائما على حضورك معنا، انا كنقول مفيد، كنستافدوا صراحه معنا دم الامور، وهكذا كيكون قدامنا بزاف ديال الاختيارات، نختاروا دائما الصحيح لغذاء متوازن سليم يحمينا ويحمي وليداتنا من جميع الامراض والمشاكل ويعطينا مناعه وقوه. اليوم صراحه غادي نتكلموا على واحد الحاجه اللي انا شخصيا عزيز عليا بزاف مذاق بنين ولديد وشكلها ايضا مغري وزوينه، اللي هي الباربه، ياك صديقه الجميع كنظن. ففوائد الباربه شنو هي؟ شنو ممكن تقدر تمد الجسم ديالنا دكتور من فوائد وقيمه غذائيه؟ تفضل. علاش شكرا الاخت سميه، قبل ما نهضروا على الباربه نجاوبوا على واحد السؤال اللي توصلنا به البارح الاخت سميه اللي سمحتي. ايه اكيد. بشكل سريع ونسينا ما شرنا لهاش، دابا ولاو لنا مستمعين تبارك الله كيفكرونا متبعين معنا كيفكرونا، دونك متبعين معنا، دونك كنا درنا واحد الحلقه على النقرس، دونك الامراض اللي كيجيو ديك الالتهابات اللي كيكونوا على مستوى المفاصل بالنسبه لواحد الناس اللي كيكونوا كيعانيوا من هذا المشكل هذا، والبارح وصلوني مجموعه ديال الرسائل، الناس كيسولوا واش ذاك الحمص اللي هضرنا عليه البارح بفوائده الكثيره واش ما كيأثرش بطريقه سلبيه على مرضى النقرس؟ الوغ هذه المعلومه جميله منين 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 ردوا لها البال، حيت انا ديما كنقول الناس اللي كيكونوا كيعانيوا من الامراض المزمنه خصهم يكونوا اتنتيف، يكونوا مركزين رادين البال باش اي حاجه جديده غتدخل في النظام الغذائي خصهم يسولوا عليها ويعرفوا واش عندها تاثير ولا لا. الوغ الحمص يقدر يكون عنده تاثير سلبي بالنسبه للناس اللي كيكون عندهم النقرس، وخصوصا فاش كيكونوا المستويات ديال الحمض اليوريك طالعه في الجسم، اما اذا كان متبع نظام غذائي وكياخذ ادويه ديالو والتركيز ديال الحمض اليوريك على مستوى الدم ديالو كيكون متوازن، قد ياخذ واحد الكميه اللي تكون قليله بطريقه زعما اللي باش يستافد شي شويه من الخصائص اللي هضرنا عليها. علاش؟ لانه كيتكون او فيه بروتين نباتي دكتور يقدر سبب له مشكل؟ لا ماشي المشكل ماشي في البروتين كما شرحنا في مرض النقرس، المشكل ما كاينش في البروتين، كاين في الـ في الـ في الاسيد في البوري في لي بورين، دونك هما عباره عن مكونات وحده اخرى والحمص غني بهم، دونك هذوك لي بيرين اوتوماتيكمون هما اللي كيقدروا يديروا لنا ديك الالتهابات على مستوى المفاصل وكيكونوا سبب رئيسي في النقرس. اما هو البروتين النباتي، البروتين النباتي راه مزيان يدخل للنظام الغذائي ديال مرضى النقرس كما شرنا ليه. علاش؟ حيت خصهم بروتينات، حيت هما كيوليو كيخافوا من اي حاجه غنيه بالبروتينات، وهي لا خصهم يخافوا من اي حاجه فيها لي بيرين، هذه اللي سطرت عليها بزاف، داك الشيء باش ما يطراش لهم مشاكل صحيه اخرى اللي هي الهزاله العضليه او مجموعه الوظائف اخرى اللي ما تبقاش تقدر خدامه. دونك الحمص بالنسبه لمرض النقرس اكونسومي افيك موديغاسيون كما كنقولوا، يعني نتناولوه بحضر بتحفظ بحضر. نرجعوا للباربه الاخت سميه، نرجعوا للباربه او شمندر او البنجر او كيف ما يطلق عليه تبارك الله، مجموعه الاسماء صحيح. الوغ بشكل عام دونك ما غنلقاوش معكم مشكل، كما كنقولوا ديما كاينين اغذيه اللي كنكونوا كنعرفوها وكنستعملوها، وكاينين اغذيه اللي ما كنكونوش كنعرفوها، الباربه كلشي كيعرفها كلشي كيستعملها، ولكن اليوم جينا نهضروا عليها الاخت سميه باش نزيدوا نحفزوا ونزيدوا نبرزطوكم شي شويه باش تزيدوا تناولوها. علاش؟ حيت كنتناولوها في سلطات بشكل قليل مره في الاسبوع، كاين اللي ما كيتناولهاش تقريبا كاع، الوغ فيها فوائد كثيره. اليوم غنحللوا معينين الاخت سميه على هذه الفوائد هذه باش انهم يقدروا يزيدوا يتحفزوا باش يقدروا يتناولوها. وديما كما كنديروا ديما اخت سميه كنبداو بالقيمه الغذائيه، صحيح. الوغ فاش كنقولوا القيمه الغذائيه هنا هنا كنعطيو القيمه الغذائيه باش كل واحد فيكم كيولي عارف كل عنصر غذائي لاش كيصلح، وبالتالي الغذاء كامل لاش شنو كيكونوا من الفوائد ديالو. الوغ بشكل عام في فيتامينات، في املاح معدنيه وفي بشكل كبير مضادات الاكسده. من الفيتامينات ما نقدرش نقول لكم كل شيء باسكو بزاف، ولكن نهضروا على واحد الفيتامين اللي هضرنا عليه بزاف واحد مجموعه الحلقات اللي عنده علاقه بالمراه الحامل، اللي هو الحمض الفوليك لا فيتامين بي 9. وهذا الحمض الفوليك تقريبا راه الا كليتي واحد 80 غرام ديال الباربه ولا 100 غرام ديال الباربه في النهار كتعطيك تقريبا 20 حتى 25% من الاحتياجات ديال الحمض الفوليك في النهار. داكشي علاش المراه الحامل تقدر تدخلو في النظام الغذائي ديالها، ومن غير المراه الحامل حنا كاملين خصنا ندخلوه في النظام الغذائي، حيت هذاك الحمض الفوليك ما عندوش غير ذاك الدور ديال حمايه الجنين اثناء مرحله التكوين، عنده فوائد اخرى اللي خص كل شيء يقدر يستافد منها. فيه كذلك املاح معدنيه ومنها البوتاسيوم والمغنيسيوم،
حنا كنعرفوا ان البوتاسيوم والمغنيسيوم عباره عن جوج من الاملاح المعدنيه اللي ضروريه في تنظيم عمل الجهاز الدوراني. فاش كنسميه الجهاز الدوراني باش ما نهضرش على القلب، يعني كنهضر على القلب والشرايين والاورده والعروق الدمويه اللي دار لي في الجسم، هذاك الشيء كامل خدام كيدور لي الدوره الدمويه. دونك هذا البوتاسيوم والمغنيسيوم هما اللي كيحاولونا انه نحافظوا على ذاك التوازن باش اننا نبعدوا علينا ارتفاع الضغط الشرياني. اولا الناس اللي كيكون عندهم الضغط ديجا كيعانيوا من لاشتيال هيبرتونسيو ارتيريال، حتى هما يقدروا يتحكموا في هذا الضغط هذا وينقصوا من الحده ديال الاعراض الجانبيه اللي كيكون. كذلك كاين الحديد، دونك الحديد فيه واحد النسبه نسبيا مهمه، دونك خصنا نستافدوا منها. زيد على ذلك فيه فيتامين سي، ما عرفتش هادشي واش عارفينها مستمعين ولا لا. وكنقولوا فيتامين سي عنده عده ادوار وكيلعب دور كبير كشكل من اشكال مضادات الاكسده، وبالتالي داكشي علاش اختارينا نهضروا عليه في هذه الظرفيه هذه، يعني انخفاض درجه الحراره والتساقطات قليله. دونك الفيروسات راهم محيحين عندهم الحفله، وبالتالي هنا غتلقاو وليداتكم الصغار كيتقاسوا دغيا بلا غريب، دغيا كيمرضوا، ديما النويف كيسيل، ديما شويه السخانه ايتترا. دونك الباربات قد تعاوننا في هذا لو سونس اننا تحفزنا شويه من المناعه ديالنا، وعاد زيد فيها فيتامينات اخرى منها فيتامين بي 6 ايتترا. الوغ الحاجه اللي بغيت نزيد الاخت سميه هي انها غنيه باحماض امينيه. كنقولوا كل غذاء مالو عنده شي حاجه اللي طالع عليها الفيلم، دونك اليوم الحاجه اللي طالع عليها الفيلم هي الاحماض الامينيه. صحيح. دونك اليوم البطل هما الاحماض الامينيه. كذلك كاينين حتى مضادات اكسده غنهضروا عليهم، ولكن علاش نهضر على هذه المضاد على الاحماض الامينيه؟ حيت حنا كنعرفوا ان بروتين اي بروتين مكون من احماض امينيه. يعني فاش كنتناولوا بروتينات كذاك البروتينات يتم الهضم ديالهم وخاصها تتحول الى احماض امينيه اللي هي مركبات صغيره كتقدر انها تدوز ليا في الدم وكتمشي دير لي الوظائف ديالها. الاحماض الامينيه اللي كيمتاز بها الشمنظر واللي واجده فيه اللي هما ثلاثه، اللوسين الارجينين والجليسين. حنا ما غنهضروش على هادو الثلاثه ولكن غنهضروا على واحد اللي هو الارجينين. الو هاد الارجينين عنده قوه نقدر نسميها بين قوسين سحريه، واحد المجزيئه صغيره عندها قوه سحريه، هو انه سي فازو ديلاتاتور، موسع للعروق، كيوسع لي العروق ديال الدم. الو فاش كيوسع لي العروق ديال الدم اوتوماتيكمون كيسهل لي جريان الدم. صحيح. دونك بالنسبه للناس اللي عندهم ليبرتونسيون ارتيريال، الناس اللي عندهم ارتفاع الضغط الشرياني، شنو هو ارتفاع الضغط الشرياني؟ هو ان داك الدم كيدوز مزير وسط العروقه بوحده من الاسباب اللي كتكون كثيره. دونك هذاك الدم اللي كيدوز مزير كيعطينا الله يستر من بعد الا ما تمش اخذ الدواء ومشيتي عند الطبيب ديالك ايتترا، يقدر الله يستر يعطينا شي افي سي، طرطق شي عرق ولا شي حاجه ويدير لك مشاكل اللي كتكون جد خطيره. الوغ هاد الارجينين او الاغذيه اللي غنيه بهاد الارجينين اللي هو حمض اميني اوتوماتيكمون كتوسع لي العروقه، وبالتالي شنو كنربح؟ الدوره الدمويه كتولي اسرع، دونك الخلايا ديالي كتغذى بشكل كبير، وفي نفس الوقت كنقص داك الضغط اللي كيكون ليا مرتفع على مستوى العروق الدمويه، وبالتالي انا ربحت انني هبطت من النسبه ديال الضغط. حيت قلنا مجموعه الاغذيه والمستمعين راهم تصنتوا معنا تقريبا واحد 50 حلقه ولا اكثر، اننا كنهضروا على كاينين الجسم سبحان الله العظيم الله سبحانه وتعالى عطى واحد القدره خارقه انه كيقدر يتاقلم وكيحاول ديما يرجع كما نقولوا يرجع للتي زيرو. شنو هي التي زيرو؟ يرجع للحاله العاديه. قلنا كاينين اغذيه اللي كنسميهم مدره للبول. مدره للبول هي انها كتحيد لك الدم من كتحيد لك الماء من الجسم ديالك، اولا كاين الاغذيه اللي كتزيد تعمر لك الجسم ديالك بالماء، وبالتالي كلما الجسم ديالك طرات ليه لا غيتونسون دو شد ليه الماء في الجسم كلما كيبرك ليا على ذاك العروق كلما كيطلع ليا الضغط. دونك خصني نتناول الاغذيه اللي كتكون كتحيد ليا الماء من الجسم، اولا نتناول الاغذيه اللي كيكون غنيه بالارجينين بحال الباربا باش توسع ليا العروق وتدور ليا الدوره الدمويه. وهذا القضيه ديال انه يسرع الدوره الدمويه كتلعب دور كبير وكتبين ان عندها فوائد كثيره وتاثير ايجابي في مجموعه المراحل. وحنا غنهضروا عليهم على الصحه ديال العيون، على السرطانات، على المشاكل الجنسيه بالنسبه للانثى وكذلك بالنسبه للذكر. داكشي علاش هاد الباربا اليوم غنسطروا عليها بالسيلو احمر الاخت سميه. يعني ما شاء الله، يعني مذاق وفائده، يعني صراحه حتى المذاق ديالها الحلو يغري ان الواحد ياكلها ومستمتع يعني ياك. صحيح. صح. صحيح. دونك فيها نسبة من السكر، حنا غادي نتكلموا عليها كذلك. نسبة فيها نسبة مهمة راه مهمة كنقولوش من ضر السكر. صح. دونك فيها نسبة مهمة من السكر. الحاجة اللي الناس راهم دابا مكلا وماشي شي حاجة اللي غريبة علينا، فاش كنقطعوا الباربا كنلقاو فيها خويطات لداخل. صحيح. أو دوائر ألياف غذائية.
فيها كما كنقولوا فيها الياف غذائيه. هذا الياف غذائيه كينقصوا شي شويه من داك سرعه المرور ديال هاد السكريات اللي كاين على مستوى هاد الفاكهه او هاد الغذاء هذا، انها تمر ليا الدم وبالتالي ما كتطلعش ليا السكر بطريقه اسرع، من غير الا مشيت طحنتها او لا عصرتها. دونك فاش كنطحنها ولا كنعصرها راه كنستافد من الخصائص الغذائيه اللي هضرنا عليها، ولكن ما كيبقى فيها الالياف كنضيعوها ما كتبقاش، وكتولي كتطلع ليا السكر بطريقه سريعه. ولكن مجموعه ديال الدراسات بينت ان تناول الباربا نتناولوها، حيت دابا حنا كي كنديروا نتناولوها الاخت سميه مسلوقه سلطه ولا سواء كان فوالا راه نقدروا نتناولوها خضراء ممكن صح ممكن، حيت فاش كنسلقوها القيمه الغذائيه كتنقص بشكل كبير، يعني كتضرر بزاف خصوصا الباربا كتضرر بشكل كبير. وعاد زيد عليها حنا راه كنحطوها تسلق وكنمشيو نتفرجوا وكنخليوها واحد الساعه وهي كطبخ، وبالتالي القيمه الغذائيه كتنقص. كنقولوا حتى كتنشف من الماء ديالها. صحيح حتى كتنشف عاد كنجيو نقلبوا عليها كنبداو نقشروها ايتيتها. الوغ تما القيمه الغذائيه الاخت سميه كتنقص. وديما كنقول للمستمعين اول حاجه كتضرر بالحراره هما الفيتامينات، من مورها الاملاح المعدنيه وانت هابط. اخر حاجه كتضرر هما السكريات، يعني بحال دابا المربى الكوفيتير اللي كنصاوبوه في الدار كنشدوه هو فواكه طبيعيه وكنبغيو نردوه مربى، اش كنديروا ليه؟ كنشدوه كنحطوه باباه فوق العافيه وكنخليوه العافيه شافي يتعسل، كنقولوا خليه تشرب الماء ديالو وكيتعسل صراحه. كل شيء كيمشي، دقي عليك الفوائد الغذائيه اللي كاينه في الفاكهه كتمشي، يعني فيتامينات ما كيبقاوش، املاح معدنيه كيبقى والو. شنو كيشيط لنا في الاخر؟ المذاق، هذاك اللي كنقلبوا عليه اللي هو المذاق كيشيط لي غير السكر. الوغ لا ميم شوز بالنسبه للشمندر، مرضى السكر يقدروا يتناولوه باعتدال بيان سور، حيت كيطلع ليا ما يسمى حساسيه الانسولين. دونك كيولي كما كنقولوا كيوليو الخلايا ديالك كيستعملوا اكثر ذاك الانسولين اللي كينتجوا الجسم ديالك او الانسولين اللي كتاخذوا على شكل حقنه، وبالتالي كيعاونك انك تخفض من نسبه السكر في الدم. ولكن الا كثرت اوتوماتيكمون كيولي كما كنقولوا كيولي داكشي كيتقلب، كيولي هو اللي كيكون سبب رئيسي في ارتفاع لاغليسيمي ولا نسبه السكر في الدم. وهضرنا كذلك على الضغط الشرياني ولا الضغط الدم، وحنا كنعرفوا ان ذاك لو باك اللي كنهضروا عليه ديما فيه السكر، الضغط الشرياني، النقرس، وفيه كوليسترول ايتيتا. دونك هادو عباره عن امراض اللي كتكون مرتبطه مع بعضها، وغالبا كيكون بدا هو مرض السكري هو الاول وما تهليناش في راسنا، ومن موراها كيبداو يبانوا لي مشاكل اخرى. دونك بالنسبه لضغط الدم غالبا فاش كنهضروا على ضغط الدم الاخت سميه حنا كنهضروا على الارتفاع، حيت الارتفاع هو اللي كيشكل خطر كبير. اما انخفاض كاينين الناس اللي جينيتيك وراثيا كتلقى عندهم الضغط الشرياني منخفض، دونك في هادو راه كتلقى ديما عنده ديك لي سيمبتوم ديال انه ولا الاعراض كيكون ديما مسخسخ، ديما بحال عيان. علاش؟ باسكو الدوره الدمويه العروقه ديالو تقريبا كما كنقولوا واسعين اكثر من القياس، الدم كيدوز غير بشويه، وبالتالي هنا نقدروا نعطيوهم اغذيه اللي يطلعوا شي شويه من الضغط باش يلاه الدوره الدمويه تدوز مزيان. دونك في هاد الناس هادو من الافضل انهم ما يتناولوش الشمندر، حيت الشمندر كيزيد يخفض ليا من النسبه ديال الضغط الدم كما قلنا، كيزيد يوسع العروقه باسكو فيه ديك الارجينين، وقلنا الارجينين اللي هو عباره عن حمض اميني كيدخل ليا الجسم. وكاينه حاجه واحده اخرى الاخت سميه، من غير الارجينين كاين النيترات، فيه واحد العنصر كيميائي كاين وسط الباربه هذه، وهاد النيترات حتى هي فاش كتكال كطيح في المعده، في المعده كيطرى لها واحد لابيو كونفيرسيون وكتحول وكتولي ليا اوكسيد نيتريك، لوكسيد نيتريك سميتها. دونك هاد لوكسيد نيتريك اوتوماتيكمون حتى هو كيساعد على توسيع داك العروق الدمويه، وفاش كيوسع لي داك العروق الدمويه اوتوماتيكمون كنربحوا انخفاض الضغط الدموي، وبالتالي اللي عنده داك الضغط الدموي كيكون مرتفع اوتوماتيكمون راه حنا كنعاونوه كيبقى غادي وكينخفض، وكنبداو نبعدوه من داك العتبه ديال مثلا الله يستر واحد المشكل في شي عرق دموي طرطق ولا شي حاجه. اذا تقوم بدور تنظيف من الدهون ياك والشوائب دكتور، مفيده جدا للكبد، تنقولوا الناس ما فيها باس خذوها سواء مطبوخه ولا كعصير، انك تنظف الكبده، كتنظف الكليتين، صديقه جدا للمخ، كتعاون على التركيز، كتعطي النشاط واحد الطاقه زوينه خصوصا لوليدات الصباح او الرياضيين ايضا. ياك دكتور السر في هادشي كله هما القيمه الغذائيه المتوفره فيها كيف ما قلنا، من المعادن، من املاح، من ايضا الياف، من يعني هاد التركيبه كتخلينا نحسوا بهذا الاحساس. صحيح. دونك فاش هضرتي على
الفوائد عندها علاقه مع القيمه الغذائيه. صحيح. هضرتي على تنظيف الجسم، دور التنظيف كنهضر على هذه القضيه. صحيح. لو فاش كنهضر على تنظيف الجسم الاخت سميه كنهضر عليها انا بتحفظ، باش ما يتمش التسويق لشي حاجه على اساس بحال عندنا شي حاجه كراطه كتسرطح وكتقهد وكتكرط لك العروق الدمويه. دونك بشكل عام، دونك حيت انا عرفنا دابا في مجموعه المكملات الغذائيه ولاو كيسوقوا لها على اساس الديتوكس السحري لتنقيه الجسم من السموم. انا كنقول ديما للمستمعين خصو يولي عندهم داك ليسبري اناليتيك، فاش تسمع معلومه هكا خصك تسول كيفاش كيطرى هذا الشيء، علاش، شنو هما هاد السموم، باش ياخذ فكره باش يعرف انها راه مره كتكون الحاجه غير دعائيه تسويقيه باش يتباع واحد المكمل غذائي. مي هنا فاش كنهضروا على النظام غذائي او العنصر الغذائي اللي كيكون طبيعي راه عنده هاد التاثير هذا ديال تنقيه الجسم من السموم. وفاش كنهضروا على السموم راه حنا كنهضروا على الجذوع الحره الاخت سميه اللي كيكون السبب الرئيسي ديالها وتراكم فضلات. فاش كنقولوا فضلات راه حنا كنهضروا على داكشي اللي كيشيط ليا من التفاعلات الكيميائيه الايديه لانتاج الطاقه، كيشيطوا ليا واحد المركبات كيميائيه ماشي بلاصتهم هو الجسم، والجسم ما كيكونش تخلص منهم كيبقاو غاديين وكيتراكموا وكيعطينا ما يسمى الاجهاد التاكسدي او الستريس اوكسيداتيف. هذا الاجهاد التاكسدي هو السبب الرئيسي علميا الاخت سميه في ظهور الاورام السرطانيه. وإلا عقلتي كنا هضرنا على واحد النظام غذائي اللي سميناه النظام الغذائي القاعدي، هو النظام الغذائي اللي كيهبط ليا من الحمضيه ديال الجسم. هذاك السبب الرئيسي علاش انا نصحنا به الناس يديروه مره في الاسبوع، مره في الشهر واحد الاسبوع ولا واحد اربعه ايام في الشهر. صح، باش ينقص، باش بحال اللي كنديروا واحد النظام ديال التنقيه ديال الجسم ونقدروا ندخل فيه هاد هضرنا فيه باسكو غني بالمضادات الاكسده. وحنا قلنا اي حاجه لونها احمر غامق الاخت سميه مالها غنيه بمضادات الاكسده. مضادات الاكسده اكيد. دونك هاد مضادات الاكسده راه حنا كنهضروا على عده انواع من مضادات الاكسده. هاد المضادات الاكسده كل واحد عنده دور، وفاش كنقولوا غذاء غني بمضادات الاكسده اوتوماتيكمون راه غذاء مضاد للالتهاب، حيت فاش كيتجمعوا ليا هذاك اللي غادي كوليبغ او الجذوع الحره والفضلات على مستوى الجسم اش كيعطيوني؟ كيعطيوني التهابات. هذوك الالتهابات هما اللي كيكونوا سبب رئيسي في ظهور ذاك الخلايا السرطانيه. وحنا كما كنعرفوا الخليه السرطانيه هي خليه ديالك ماشي شي حاجه جبتيها من برا، ولكن حماقت ما بقاش كدير خدمتها ولا كتكاثر بطريقه غير سليمه وكتعطيني بواحد الخلايا تجمع خلوي اللي نورمالمون ما خصوش يكون في ذاك البلاصه، وهذاك هو الورم السرطاني، هي انقسام خلوي غير عادي. وبالتالي باش نحنا نحميو الجسم ديالنا شنو خصنا نديرو؟ خصنا ندخلو اغذيه اللي كتكون قاعديه باش نقصو من الحمضيه ديال الجسم، وفي نفس الوقت تكون غنيه بمضادات الاكسده. وهذا الشمندر راه كيجمعها ما بين جوج، عنده قدره ديال انه يهبط ليا من النسبه ديال الحموضه في الجسم، وفي نفس الوقت كيعطينا هذاك مضادات الاكسده باش انه ينقي ديال الجسم، وبالتالي كنكونوا عاوننا الجسم انه ينقي ليا من الفضلات ديالو ويتم الطرح ديالها على شكل تعرق او كذلك على شكل البول او براس الاختصاصيه. طيب دكتور لطفي الزغاري، تم تداول باربا كعصير الى بغينا نقولوا مفيد، ما غاديش نقول سحري لانك انت ما كتبغيش هذه الكلمه ديال سحري. الناس اللي عندهم مشاكل فقر الدم وخصوصا الاطفال اللي عندهم فقر الدم بحكم احتوائه كيف قلنا على عدد كثير من المعادن، هل فعلا انه ممكن نوصيو به يعني كيف ما مشى عليه، ولا غير حاجه غير تعودنا عليها ولكن دراسيا وطبيا ما كاينش هاد؟ الوغ الاخت سميه فاش كنهضروا على فقر الدم، فقر الدم عنده عده اسباب. دونك نعطيك مثال، واحد من الاسباب اللي ما كيعرفوهاش الناس هو انه يقدر يكون لا يسر اون هيموراجي، قد يكون شي نزيف في شي بلاصه على مستوى الجسم كيفقد منها داك الشيء. علاش خصنا نراقبوا مثلا ليسيل، نراقبوا كما كنقولوا البراز والبول ديالنا وديال الوليدات ايتترا، باش كنشوفوا اكزاكتومون الا كان اللون غامق غالبا كيكونوا هذوك راه سبب ديال شي مشكل، كاين شي دم كيخرج ايتترا وكيتاكسيدو كيعطينا داك اللون اللي هذا. دونك هذا من حدا من الاسباب اللي يقدر يكون عندي يعطينا فقر الدم، وهذا واحد من الاسباب اللي قليله. من الاسباب اللي كثيره هي سوء التغذيه او لا نظام غذائي غير متوازن. وحنا وليداتنا اصلا عندنا نظام غذائي معاهم غير متوازن. علاش؟ حيت تفرض علينا نعطيوهم شي حويجات وبالتالي ما بقاش كيبغي ياكل ما هو طبيعي. الوغ فاش كنقولوا الحديد، باش نحلوا مشكل الحديد او لا فقر الدم كاين جوج انواع ديال الحديد. كاين الحديد اللي كنجيبوه من ما هو نباتي كنسميوه لو فيغ نون ايمينيك، وكاين الحديد اللي كنجيبوه من ما مصدر حيواني لو فيغ ايمينيك. دونك هذا الحديد بانواعه خصو بجوجو يدخل في النظام الغذائي ديالي. الوغ الشمندر عباره عن نبات دونك فيه لو فيغ نون ايمينيك، ما غيحلش ليا بوحدو المشكل ديال فقر الدم الا كان المشكل كبير. اصلا الا كان المشكل كبير راه الطبيب كيعطيك مكمل غذائي باش يحل المشكل. الا كان المشكل غي بين قوسين خفيف اوتوماتيكمون نقدر ندخل ليه في النظام الغذائي ديالو مصادر حيوانيه، يعني اللحم الاحمر يتناول اللحم الاحمر او الكبد او الباربا. غير الباربا بوحدها ما غتحلش المشكل كما كما كنتوقعوا الاخت سميه، يعني بمساعده عناصر اخرى تقضي بالغرض، يعني تفيد ان تعطينا صحيح
طيب اذا المعلومه صحيحه. صحيح وزيد عليها صحيح، ولكن زيد عليها الاخت سمية انه الى طحناه القيمه الغذائيه كتزيد تنقص. حنا كنعرفوا ان الوليدات صعيب تقنعهم انه يتناولوا البربه، حيت البربه كاين اللي الدري صغار تقريبا كيقلب على المذاق شي حاجه حلوه بزاف شي حاجه فيها شي مذاق، ولكن هادشي كله كما كنقول خص الاباء يجتهدوا شي شويه. هذاك البربه نقد نقطعها ونكب عليها ياغورت باغ اكزومبل باش يقدروا ياكلوها الوليدات صغار، باش مذاقها كيغبر وسط داك الياغورت وكيعطينا داك اللون الاحمر اللي كياتيري شويه لاطونسيون الوليدات وكيبغيو يتناولوها. دونك الطحين باش نطحنها اولا نعصرها، من الافضل اننا نعطيهم يتناولوها حتى ما يبغيش يتناولها عاد نقدر انها نطحنها. وفاش نطحنها ما نطحنهاش بزاف، دونك نخليها بحال ثقيله شي شويه باش ديك شويه نحافظ على الالياف الغذائيه وحتى القيمه الغذائيه كتبقى. ولكن ما شاء الله الامهات راه اجتهدوا داروها كيك وكاب كيك ودخلوها بزاف ديال المخبوزات والحلويات باش هكذا المذاق ديالها بحكم طعمها حلو فتتغبر، يعني ما كتبقاش باينه كباربه كيف ما كيعرفها الوليدات. طيب انت كتفضل دكتور ناخذوها شويه مطبوخه ولا خضراء نيه؟ شو الافضل؟ الو يجربوا المستمعين دابا كنعطيهم الاختيار، جرب ان قشرها وخذها خضراء. الا قدرتي انك تناولها خضراء او لا طحنها واحد شويه مع عصير ديال الليمون خصوصا في هذه المرحله هذه راه هذا هي وقت الليمون موجود في الاسواق راه كدوز ما كاين حتى شي مشكل. بغيتي تناولها في سلطه تسلقها، ولكن تسلقها غير شويه باش نقص غير داك القصحيه ديالها باش ما تبقاش مقرمشه. ولكن الا حطيتيها حتى تعسل كما قلتي الاخت سميه قبيله اوتوماتيكمون راه القيمه الغذائيه قدينا الفائده ديالها كتاخذ غير السكريات اللي فيها عطيتيها الفائده ديالها. الو بالنسبه للعصير الاخت سميه قلتي قبيله نطحنوها، الو الناس الوحيدين اللي نقدر انا ننصحهم انهم يطحنوها هي الرياضيين، وهذه اللي كيدير الرياضه الاخت سميه اوتوماتيكمون خصوش هذه خصو الباربه تدخل في النظام الغذائي ديالو تقريبا بطريقه يوميه. الوغ الباربه ياخذ يتناولها واحد جوج ساعات قبل من الحصه التدريبيه ديالو. علاش؟ هذاك الاكسيد نيتريك او هذاك النيترات اللي غتدخل في الجسم وغتوسع لك العروقه كتوصل لو سومي ديالها يعني التركيز ديالها كيرتفع بشكل كبير على مستوى الدم من مور ما تناولها بتقريبا واحد جوج ديال الساعات. دونك هادشي اللي تناول الباربه غيمشي للحصه التدريبيه غيحس انه لو غوندومون ديالو يعني المردود البدني ديالو مرتفع، وهادشي انا راه كنديرو مع الرياضيين المحترفين الاقصوميه اللي كنخدم معاهم كنعطيها لهم، وغتلقاو اصلا مجموعه المكملات الغذائيه بين قوسين اللي كيتسماو لي بري ورك اوت، دونك لي مكملات غذائيه اللي كيتخذوا قبل الحصه التدريبيه، والثقافه ديال المكملات الغذائيه راه فايتين هضرنا عليها. دونك كتلقاه فيه جوج العناصر كثيره، دونك فيه لارجينين بشكل كبير وفيه هاد النيترات، وهادو بجوج كاينين في الباربه اصلا بطريقه طبيعيه. دونك بلاص ما نمشي ناخذ شي حاجه اللي 100% كيميائيه نقدر نصوبها في الدار ونتناول مثلا الباربه اللي كتكون بطريقه طبيعيه وكنعرف شنو فيها. الا كنت غنتناولها نتناولها جوج سوايع قبل باش يتم الهضم ديالها او الجسم ديالي يتشبع ليا بديك العناصر الغذائيه منها النيترات اتيتيرا، اولا الا ما كانش عندي الوقت ويلا قررت نمشي ندير الحصه التدريبيه ديالي ولا نمشي نتريني بالدارجه كما كنقولوا اوتوماتيكمون نقدر نصوب عصير نطحنها. في الحاله اللي ما كانش انا كنعاني من حتى شي مشكل يعني ما فيها لا مرض سكري لا والو نقد نشدها نطحنها ونشربها كعصير، نقد نزيد لها شي شويه ديال الليمون الا بغي زعما باش يحليها ويشربها، راه الهضم ديالها كيكون اسرع واحد 30 دقيقه تقريبا حتى 40 دقيقه كتقدر انها تعطينا هذيك العناصر الغذائيه وغتدور لك الدوره الدمويه وبالتالي غتعطيك تعاونك في انتاج الطاقه بشكل اسرع افضل. خصها تشرب في حينه دكتور، ما نخليوش فتره من الزمان باش ما يتاكسدش عاوتاني ونفقدوا القيمه ديالو بحال ما درنا والو. صحيح صحيح. دونك فاش كنقولوا غذاء عني مضادات الاكسده هو براسو فاش كيتعرى اوتوماتيكمون كيبدا يتاكسد ويجربوها. دونك الا قطع شويه ديال البربو وحطها يبان لك واحد الطبقه بدات كتكون ثانيه، هذيك الطبقه اوتوماتيكمون كتكحل، دونك راه كتعني ان الغذاء بدا كيتاكسد وبدا كيفقد القيمه الغذائيه ديالو الاخت سمية. دابا قلنا الغذاء كل غذاء عنده 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 كما كنقولوا علاش طالع الفيلم وقلنا لارجينين وقلنا النيترات الاخت سميه قلنا كيسرع لي الدوره الدمويه وكيوسع لي العروقه، واصلا هذا هو السبب الرئيسي علاش الناس اللي عندهم مشاكل جنسيه خصهم يدخلوا في النظام الغذائي ديالهم. هو طبيعي رخيص موجود على طول العام خص يدخل في النظام الغذائي. فاش كنقولوا الدوره الدمويه فاش كنقولوا سرعه الدوره الدمويه حنا كنهضروا على المردود الجنسي كنهضروا على الانتصاب كنهضروا على الخصوبه، دونك هادشي كله عنده علاقه مع الدوره الدمويه. حيت الانتصاب شنو هو؟ هو ان ذاك الدم كيهبط ليا العضو الذكري، وكل كلما بقى ذاك الدم انه محافظ وكيزيد يهبط بطريقه سلسه العضو الذكري كلما الانتصاب كيبقى بطريقه جيده وطريقه صحيه وكيسهل عمليه الممارسه. داكشي علاش الناس اللي كيكونوا كيعانيوا من هذا المشكل، وديما كنقول في المشاكل الجنسيه ضروري خصك تعرف السبب. دونك الا ما كنتيش ديابيتيك ما فيكش مرض سكري ما كتاخذش ادويه ديال مرض السكري ولا ادويه ديال الضغط الشرياني او لا ادويه اخرى وعندك مشاكل الانتصاب غالبا هذا كيكون المشكل اللي عنده علاقه تقريبا مع ما هو نفسي. دونك هنا خصك تشوف الطبيب او لو
سيكسولوج، اولا اذا كان عندك مشكل ديال السكر وعندك مشكل الانتصاب غالبا كيكون السكر عندك في الجسم مبقد، وبالتالي كاثرك على جوده مرور هذاك الدم على مستوى العروق الدمويه، وهذا الشمندر اوتوماتيكمون عنده تاثير ايجابي لسرعه الدوره الدمويه، وكذلك كما كنقولوا بالنسبه للمراه اولا كذلك حتى بالنسبه للرجل، دونك بجوجهم يقدر يحسن لهم من 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 الوظيفه الجنسيه الاخت. طيب دكتور، تعرفنا اكيد على الفوائد ديال التمره ديال البربه، ولكن الاوراق ديالها حتى هي ما كتقلش اهميه، كثير الناس تنصحوا خصوصا الخبراء بحالكم دكتور تاكدوا على استهلاكنا وتناولنا لاوراق البربه، يعني عكس الناس اللي كتخلص منها ولا كترميها في النفايات، فهذاك هو الكنز الكبير اللي ما خصناش نضيعوه. شنو رايك في هذا الموضوع ديال اوراق البربه دكتور، وليش كتحتوي؟ الو باش يعرفوا بعدا المستمعين علاش الاوراق ديال النباتات هي عباره عن عضو اللي كيكون مهم في النبته. دونك حنا عندنا الريه هي باش كنتنفسوا، دونك الرئه اللي عند الانسان وبعض الحيوانات. الو فاش كنهضروا على النبات، النبات كيتنفس من الاوراق ديالو، كاينين واحد ليستومات واحد التقيبات كيكونوا في الوجه السفلي ديال الورقه، هي منش كتنفس وكدير ليها التبادلات الغازيه، يعني بالاوراق النبته تقدر تموت، ما كتقدرش تلبي الحاجيات ديالها، وبالتالي هذاك النبات كيكون عنده واحد الخاصيه من الخصائص الغذائيه اللي كتكون تما، بيان سور بتحفظ في مجموعه ديال النباتات، وهضرنا باغ اكزومبل على الكاليبتوس، قلت لكم ما تشربوش لا تيزان ديال الكاليبتوس، علاش؟ باسكو في درجه السميه اللي كتكون مرتفعه، ولكن فاش كنهضروا على البربه غتلقاو كاينه واحد الحاجه اللي كنتناولوها وكانوا والدينا كيتناولوها اللي هي البقوله. دونك البقوله هما وريقات كيتقطعوا كيتصوبوا كيتطحنوا ايتيدا، وكيتصوبوا بواحد الطريقه مشرمله ايتيدا، دونك راه نقدروا نستعملوا الاوراق بنفس الطريقه، دونك نشدوا الاوراق ديال البربه نغسلوهم مزيان، وهذه هي الحاجه اللي ما عارفينش الناس انهم يتغسلوا مزيان ويتقردوا ويتقطعوا ونتناولوهم كشكل من انواع البقوله بحال البقوله، وكتحمض وكتشرمل بنفس الطريقه. دونك الفوائد ديالها فيها تركيز كبير من مضادات الاكسده، دونك غنيه بمضادات الاكسده، دونك غندخلوا مضادات الاكسده بشكل كبير فاش غنتناولوها. كذلك الجميل في الامر هي ان ديك النسبه المرتفعه من السكر اللي كاينه في الشمندر في الحبه ما كايناش في الاوراق، وبالتالي مرضى السكري يقدروا يتناولوا الاوراق اكثر من اللي يتناولوا هذاك الحبه ديال الشمندر، وغيستافدوا من ذاك الفيتامينات واملاح معدنيه. كذلك فيها كما كنقولوا حتى عناصر غذائيه اخرى، فاش كنهضروا على العناصر الغذائيه كنهضروا على املاح معدنيه، وخصوصا كنهضروا على النحاس والمنغنيز اللي تهما كيتوفروا وموجودين بشكل مهم على مستوى الاوراق. وكما كنقولوا باش تنوع، دونك هي الحبه كلها تقريبا نقدروا نتناولوها، بيان سور كنحيدوا هذوك الجديرات اللي كيكونوا لاصقين ديريكتومون في الحبه، وكناخذوا غير ذاك الوريقات مع واحد شويه ديال 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 الساق، وكنقردوه بنفس الطريقه باش كتصوب البقوله، ولا كاينه واحده اخرى كنسميها ما عرفتش واش عرفوها ولا لا، هي عباره عن وريقات ديال واحد النباتات كنلقاهم على جوانب ديال الوديان او الانهار. طيب دكتور، اصلا اصلا كان داخل هادشي في نظام غذائي، راه يبقى غادي وكيختفي. صحيح. فنتمنى ان شاء الله قطره الرحمه والخير يا ربي، لانه ملي كتكون الامطار كتكثر هاد الاشياء الورقيه اللي تكلمتي عليها، البقوله والرجله والحويجات اللي فيها منافع كثيره وغنيه بالفيتامينات وغنيه بالالياف، فكيظهر لي انه الباربه امنه جدا، نقدروا نستهلكوها ونتناولوها، ما كيظهرليش واقيلا شي حد ما ياخذهاش من غير الناس اللي قلتي لي كدكتور عندهم مشاكل قولون، او مثلا ممكن السكر نقدروا نتفاداوها بكثره، ولكن في الغالب المجمل كل الاشخاص نقدروا نعطيوها لهم، ما كاينش ضرر. صحيح صحيح. دونك بشكل عام دونك درجه الامان جد مرتفعه، كما قلنا الناس اللي كيعانيوا من انخفاض الضغط الدموي ياكلوها، ولكن بتحفظ حيت هي اصلا كتلعب الدور في انخفاض هذا الضغط الدموي، دونك الناس اللي كيكونوا دوفيس او لا جينيتيكمون عندهم هذا الانخفاض هذا ياكلوها بتحفظ. مرضى السكري في المرحله اللي كيكون السكر مرتفع او لا غير منتظم، من الافضل انهم يتناولوها بتحفظ. الناس اللي كيعانيوا فاش هضرنا الاخت سميه نسيت واحد النقطه، فاش هضرنا على المضافات الغذائيه هضرنا على الملونات وخطوره ديال الملونات الصناعيه. دونك الله يجازيكم بخير النساء المغربيات الحداقه، وراه قلتي لي راه صوبوا بها لي كيك ايتيتا، ذاك الماء اللي كان ذاك الماء اللي كان اللي كطيب فيه البربه تسلق فيه البربه. انا بعدا كنصحها ثاني حاجه واحده اخرى هي ان البربه تسرق تسلق نسلقوها وهي مقشره، ما نخليوش لها الجلده ديالها، باش حتى الا بغينا نستعملوا ذاك الماء كيكون عندنا درجه الامان ديال الاستعمال ديالو كتكون مرتفعه، وذاك الماء نقدروا نزيدوه في العجينه، مثلا ذاك العجينه اللي غنصوب مثلا وليداتي ما كيبغيوش ياكلوا لي الخبز مثلا، هذاك الخبز نقدر نعزل لهم خبز احمر او لا خبز غوز وردي
ذاك الماء اللي غنعجن به الخبز نستعمل الماء ديال البهار كملون طبيعي صحيح حيت كتسمى لو كومبورتمون اليمونتير يعني كنأثروا شي شويه على النفسيه ديال الشخص ولا ديال الطفل باش انه يقدر يبغي يتناول ليا شي غذاء. نقدروا نلونوا بها حتى الكريب الا كان وليداتنا عزيز عليهم الكريب نقدروا بلاصه ما نزيدوا ملون طبيعي كنزيدوا هذاك الملون صناعي كنزيدوا هذا الملون اللي هو البربا وكيبدل لي اللون وبالتالي وليداتنا كننوعوا لهم الاغذيه حيت خصنا شي شويه ديال كما كنقولوا بين قوسين شويه التحرميات مع التحرميات مخلطه مع الوليدات. الله يحفظهم دكتور والله يحفظك شكرا جزيلا على كم المعلومات اللي كتزودنا بها اكيد كل صباح من خلال هذه الاطلاله الجميله اللي كنطلب بها المستمعين الاعزاز. دائما دعوه مفتوحه لكل محبين هذه الفقره هذه يرسلونا يكتبوا لنا اي حاجه بغاو يعرفوا ربما منافعها الكثيره معك دكتور فقط على رقمنا الواتساب اللي هو 0-2004-4 او تواصلوا معك شخصيا على مواقع التواصل الاجتماعي ديالك. شكرا جزيلا بقيت يوم طيب وممتع عليك دكتور بالتوفيق ان شاء الله. موعدنا يتجدد غدا في نفس الموعد مستمعينا الاعزاء غادي نمشيو